يتزايد الجدل في مصر يوما بعد آخر كلما تم تداول أنباء تفيد بإزالة قبر يخص أحد الرموز التاريخية أو المشاهير ضمن الأعمال الجارية حاليا في منطقة المقابر القديمة جنوبي القاهرة من أجل إنشاء جسر مروري. فلماذا تعرف هذه الظاهرة ارتفاعا غير مسبوق في مصر؟ وهل سيتمكن البرلمان من صد هذا التوجه؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. قبور تضم شخصيات تاريخية ومشاهير مهددة بالهدم ونقل الجثامين والرفات بها لأماكن أخرى. السيدة نهى ابنة الروائي يحيى حقي تلقت إخطارا من السلطات عبر حارس المقبرة بضرورة نقل المدفن بمن فيه لأماكن أخرى. قصة مؤلمة جدا، يعني من البداية الخبر ده كان الواحد مش مصدقه، لأن أنا ما جاليش حاجة رسمية، ولكن أصبح الأمر حقيقة وإن ابتدت في بوادر للهدم. أنا الحقيقة ما قدرتش أتقبل هذا الموقف من الأول خالص. الحقيقة إزاي يحدث هذا؟ مقبرة بقالها فوق قرن ونص. امتد رفض إزالة المقابر إلى البرلمان المصري، وطالب البعض الحكومة بإيجاد بدائل تحافظ على التراث. قدمت بطلب إحاطة لوقف هدم المقابر التراثية، وبالذات المقابر في منطقة الإمام الشافعي. أنا شايفة أن منطقة الأرافة دي منطقة مهمة جدا جدا. الحقيقة يعني في أماكن في المنطقة دي يعود تاريخها يعني لفترة أقدم من دول محيطة بينا. القاهرة الحقيقة يا جماعة ليها خصوصية مختلفة تماما عن أي مدينة تانية، وليها وضع تاريخي لازم نراعيه. قيمة حضارية ترتبط بجزء من تاريخ مصر يتمسك بها الخبراء في مجال التراث والعمارة، وأيضا عدد من المبادرات الشبابية في محاولة للإبقاء على الطبيعة التاريخية للمنطقة. نبدأ نعمل عملية توثيق وإنقاذ للآثار غير المسجلة الواقعة في حيز مشروع توسعه طريق صلاح سالم. من وقت المرحلة دي نبدأ نتواصل مع وزارة الساحة والآثار، وبنسلمها الآثار اللي احنا بنلاقيها الغير مسجلة عشان تبدأ الوزارة تسجلها وتضمها قائمة الآثار المسجلة في وزارة الساحة والآثار. احنا محتاجين ان احنا نكون مشروع على الأرض بالتعاون مع كل مؤسسة الدولة اللي بتنفذ ومشرفة على المشروع عشان نقدر نكمل إنقاذ، وبالتالي المشروع محتاج رعاية. وزارة السياحة والآثار المصرية أكدت أن لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، لافتة إلى أن قرارات الإزالة تصدر للتخلص من العشوائيات من حولها. بالإضافة للبعد الإنساني لهذه المقابر، فإن لها قيمة أثرية إذ إنها شاهدة على حقبة تعايش فريدة في تاريخ مصر كما يؤكد متخصصون، وهو ما أدى لتصاعد الجدل حول هدم بعضها بين نفي الحكومة استهداف التراث وتوثيق آخرين لما يصفونه بالجريمة الحضارية. مي عدلي، الحرة، القاهرة. لنقاش هذا الموضوع انضم إلينا من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، ومن لندن وليد عبد الرؤوف المحامي والناشط السياسي المصري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد أشرف، هل هي إزالة عشوائيات فقط؟ لأنه لا يبدو الأمر كذلك عندما يتعلق بمقابر بعينها، والجدل فيها بدأ يعني يتسع أكثر فأكثر في الشارع المصري، وكأنه ليس هنالك تنسيق بين القطاع المعني بالإنشاءات والبنى التحتية من جهة، والقطاع المعني بالآثار. مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد هناك جدل استمر لمدار 4 أسابيع حتى هذه اللحظة، ربما في غير محله، لأن هناك بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض الجهات التي من شأنها أن تكون لديها درجة كبيرة من التعرف أو على الأقل للعمل في الآثار، وهي جهات ليست رسمية، لكن بعض المجموعات سعت إلى أن يكون هناك بالفعل تضخيم من حجم ما يحدث حاليا، وأن هناك عملية هدم ومنهج، وأن هناك إزالة وأن ما إلى ذلك. لكن الحكومة في الأسبوعين الماضيين أصدرت عدة بيانات، وكان بيان صريح وواضح أنها ملتزمة بكل الآثار التي لديها درجة من التسجيل، وأيضا الواقعية، وأيضا كل ما يتعلق بأضرحة المشاهير وأيضا الأولياء الصالحين وغيرهم سيتم الحفاظ عليها والإبقاء عليها وترميمها وتوفير كل السبل الرعاية والاهتمام لها.
هذه المنطقة التي تحدث عنها فيها ما يقارب 5 ملايين مصري سكنوها في السنوات الماضية، وبعضهم استحوذ على بعض ما يعرف بالحوش أو الأحواش لبعض المقامات لأشخاص من الأسر المالكة وأيضا العصور السابقة منذ محمد علي وحتى وقت قريب. وبالتالي الدولة قررت أن يكون هناك عملية تنظيم، خاصة أنها لديها حملة في 9 سنوات الماضية منذ جاء عبد الفتاح السيسي لأن يكون هناك بالفعل عملية تنظيم كاملة لإلغاء العشوائيات في مصر. وما يحدث حاليا أن هناك بالفعل بعض المشروعات وبعض القصور الخاصة في منطقة صلاح سالم، وهذا الأمر ليس يريد اللحظة. فعاد عبد الناصر تم بالفعل إقامة طريق صلاح سالم، وتم نقل بعض الرفات بالتوافق مع أسر هؤلاء. ثم في السبعينات أيضا حدث نقل لبعض الرفات وأيضا توسيع صلاح سالم. في الثمانينات في عهد مبارك فعل ذلك. وبالتالي الدولة ترى أنه لابد أن يكون هناك إعادة تنظيم لحركة السير والاستغلال هذه المنطقة تكون معبرا او على الاقل ممرا مع الحفاظ على الاثر، وان هناك بالفعل لجان من وزاره الاثار والحكومه المصريه والهيئات الهندسيه وقوات المساندات وصلت الفكره. دعني اسال سيد وليد هنا والحفاظ على الدور. دعني اسال سيد وليد هنا، سيد وليد ما المشكله في ان تكون يعني هنالك اجراءات تنظيميه حتى ايضا لا تتحول هذه المقابر لاحقا إلى نقطة في وسط محيط من المساكن العشوائية غير المنظمة وغير الصحية، ولا تلقى لا مكانتها التي يجب أن تحظى بها تاريخيا ولا القيمة الحضارية لها اليوم، ومصر دولة آثار وسياحة؟ طيب، هل نحن ضد التطوير؟ نحن لسنا ضد التطوير، ولكن ما يحدث حاليا في منطقة مقابر جلال الدين السيوطي وسيدي عبد الله ومنطقة سيدة زينب والإمام الشافعي هو ليس بتطوير، هو في حد ذاته هو تقبيح وإزالة بدون دراسة مسبقة. وزارة الآثار عندما تتكلم عن الآثار المسجلة والغير مسجلة، الآثار المسجلة قبر الإمام ورش قبر غير مسجل. طب هي دي مشكلة مين؟ هل هذه هي أزمة الإمام ورش أم أزمة وزارة الآثار؟ قبر محمود سامي البارودي وكثير الأديب يحيى حقي الشيخ محمد رفعت، ما حدث ما يحدث في مصر منذ عام 20 ما حدث عند توسعة محور الفردوس وهدم الكثير من المقابر الأثرية في منطقة صحراء المماليك أو القرافة الشرقية هو تعدي واضح على الشكل الوحدة العمرانية للقاهرة. القاهرة يا سيدي لها خصوصية، القاهرة بخلاف كافة بلدان الدنيا لها خصوصية، هناك ترابط ووحدة عمرانية مترابطة. عندما جاء الاحتلال الفرنسي الحملة الفرنسية في القرن 18 وقام فنان والحملة الفرنسية بتوثيق الآثار، ذهبوا إلى منطقة المقابر وقاموا بتوثيق هذه الآثار ورسم هذه الآثار كوجه حضاري لمصر. إنما ما يحدث حاليا من وجهة نظري ومن وجهة نظر المعارضين هو تشويه وتقبيح يستمر في استمرار المسلسل التقبيح، كما حدث في المنتزه على سبيل المثال، ما حدث في تقبيح منطقة المنتزه في الإسكندرية بدعوى التطوير. طيب دعني أسأل سيد أشرف هنا، سأعود إليك سيد وليد. سيد أشرف، حضرتك تقول ليس هنالك سياسة ممنهجة، تقول أيضا الحكومة المصرية والمنافحون عنها بأنه ليس هنالك سياسة ممنهجة ضد المقابر. محافظة القاهرة أصدرت قرارا بإزالة أكثر من 2700 مقبرة، إن لم يكن هذا هو هذه هي الإزالة الممنهجة، فما الذي كيف تدعى إزالة ممنهجة إذن؟ يا سيدي البين على من ادعى. تقول تتحدث عن أن هناك محافظة القاهرة تقول أن هناك 2700 قرار بإزالة، وهذا ما نشرته بعض الصحف الحزبية أو على الأقل حزب. أنا أنقل إليك عن CNN الآن. الحكومة خرجت على رسالة بس إن خدتها حصلت عليها من تصريحات في الصحافة، بعض المواقف، بعض ما تردد من أنباء في صحافة في صحيفة أو أكثر داخل مصر محلية، وأنا نقلتها عن مصدر حكومي. لكن الحكومة خرجت على رسالة رئيس الوزراء، وحضرتك أستاذ في الصحافة، يعني CNN نقلتها عن مصدر حكومي. طيب
طيب، ولو جاء رئيس الوزراء في مصر ومجلس الوزراء وأصدر بيانا رسميا لعموم الشعب المصري الأربعاء قبل الماضي وقال أن هذا الأمر لم يحدث وأن هناك خطة لتطوير المناطق الأثرية والحفاظ عنها الحفاظ عليها عبر ما يعرف بالتحديث هذه المنطقة للاستفادة منها وعملية إحداث من التطوير الكامل بدل من أن يكون هناك سوق عشوائية أو سوق العشوائية. دعني فقط في هذه الجزئية لأنه ذكرتها على سبيل المثال ذكرتها أكثر من مرة سيد أشرف. إذا أردنا أن نحسب تفضل. اقتصاديا وتاريخيا وثقافيا للقاهرة ولمصر أيهما أكثر وجوبا وأكبر قيمة، الإبقاء على مقابر بعضها يتجاوز عمرها 1000 عام أم شق طريق مروري وجسر بالإمكان إيجاد بدائل أخرى عنه بما في ذلك إعادة تنظيم المنطقة نفسها؟ أعتقد الاثنين معا أن يكون لديك درجة كبيرة من التحريص والتطوير بما يحافظ على الأثر التاريخي باعتبارها أنها أحد المقامات التاريخية للدولة المصرية وجزء من عبق التاريخ في مصر. أنت تريد أن تحدث وتسرع التاريخ وتبقى على التاريخ، أنا معك تماما، لكن إذا كانت لك فرصة كل الجمهوريات السابقة في مصر منذ عبد الناصر منذ أقامة طريق صلاح السلم حتى هذه اللحظة أجروا عمليات تحريص وتطوير، وبالتالي لابد أن يكون هناك مغايرة للعصر من خلال تطوير للقاهرة. شيء ثاني والأخير، ضيفك تحدث عن إندونيس في حديقة إندونيس في الإسكندرية، وهذا الأمر أسيل أيضا في حديقة الميريلاند وحديقة أيضا مصر الدولية في مدينة نصر ثم حركة الحيوان. كل هذه الأمور دون أن يكون لدى من يطرح هذه المواقف بينة من اطلاع على تطورات الأمر، ما يحرص عملية تحديث مع الحفاظ على الأثر أو المنطقة بجمالها وجاذبيتها وليس عملية هدم وتخريب كما يتصور البعض. أرى أن ما حدث في إسكندرية حركة أنطونياس والميريلاند وغيرها حافظت عليها وأعتقد لعبت دورا كبيرا في الإبقاء على الشكل الجمالي، لكن أعتقد كانت نقطة الضعف الوحيدة أو الذي تؤخذ الحكومة أنها لم تدعو لحوار مجتمعي بين رجال الآثار من ناحية وبعض مهندسي الإنشاءات في مصر حتى يكون هناك حوار مجتمعي بناء يلعب دورا كبيرا في توفير حلول واستحقاقات للرأي العام وترضية كاملة ويكون مرشدا وهداية لأن أعود إليك. أعود إليك سيد أشرف، دعني أسأل سيد وليد هنا. سيد وليد، هل يرضيك المشهد الذي تراه إذا كنت زائرا للقاهرة في آخر السنوات، المشهد الذي تراه قبل أن تصل إلى أهرامات الجيزة هذه المعلمة التاريخية العظيمة، يعني مشهد السكاني غير المنضبط دعنا نقول أو غير المنظم بما يكفي، هل هذا هو الوجه الذي تريده أن يكون مقترنا بمشهد الأهرامات لأي زائر أو سائح بالنسبة لمصر ومصر معتمدة في دخلها على السياحة بشكل كبير؟ يا سيدي، المسألة تنظيمية بالدرجة الأولى. نحن لسنا ضد التطوير، نحن نريد التطوير، ولكن يجب أن يكون هناك أساسات لهذا التطوير، يجب أن يكون هناك مخطط لهذا التطوير، لكن يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي لهذا التطوير. ما يحدث في مصر حقيقة وكما ذكر الأستاذ أشرف، ما يحدث في الأسكندرية هو جريمة حقيقية، هو جريمة حقيقية. ما يحدث في حدائق أنطونيادس أو ما يحدث في المنتزه هي جرائم، يعني تكاد يعني جرائم ثقافية حقيقية. إن أنا أبني على سور، مثلا على سور المنتزه أبني جراج، يبقى هو ده الوجهة بدل سور المنتزه والطابع المعماري للمنتزه. أعتقد أنها يعني، ولكن هل نحن لسنا ضد التطوير، ولكن يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لهذا التطوير. مصر ليس فيها منذ عام 2011 لا يوجد فيها محليات، لا يوجد فيها انتخابات محليات، لا يوجد هناك هيكل إداري محلي قوي يستطيع أن يدير هذا الحوار المجتمعي بينه بين الدولة وبين الأفراد حتى نخرج بالشكل الأمثل لهذا الأمر. يعني طيب، على ذكر ما ذكرته في منطقة، قل لي سيد وليد، لأن الوقت ضايقني، الوقت ضايقني سيد وليد، من تمت إزالتها قل لي من المسؤول، اتفضل، من يجب أن يكون منوطا به أن يقرر هذه مقبرة تزال لأنه يمكن أن ينقل رفات الموجودين فيها لقرب دفنهم زمانيا، وهذه مقبرة تاريخية، يجب تشكيل لجنة من المختصين من علماء الآثار المصريين، مش من موظفي وزارة الآثار، من العلماء المتخصصين لحصر
هذه الآثار وتسجيلها ووضع مخطط جيد للتطوير حتى تصبح مزارات. مصر يا سيدي مصر، هذه المنطقة منطقة السيدة عائشة، منطقة القرافة القديمة، في كل حجر فيها عبق التاريخ، كل حجر فيها تاريخ، كل حجر. ولكن من يحدد؟ مش موظفين من وزارة الآثار. يجب أشكرك. يجب إيجاد لجنة متخصصة من علماء الآثار الإسلامية لكي يقوموا بحصر وتوثيق كل المدافن الأثرية ووضعها على خريطة الطريق. شكرا جزيلا لك من لندن وليد عبد الرؤوف، ومن القاهرة أشرف العشري، وأعتذر منكم ضائقا الوقت.